السلام عليكم، معكم زهير بن نادي، بطل أوروبا في كيك بوكسين وعديد من البطولات الألمانية، 25 سنة. المشاركة ديالنا في البطولة كانت مشاركة يعني قوية، كانوا أخصام قويين بزاف، والحمد لله ربي يسرنا وجاب تيسير وخدينا البطولة. عندي 18 كومبا في التوتال، الحمد لله كاملين مربوحين، و 17 كاو الا الكومبا الاخرى هي اللي الخصم ديالي كان شويه قوي، ويعني وبقينا حتى الروند الثالث. وهذا واحد السر نقول لكم، واحد السر حتى واحد ما عارفه يعني سوى العائله والاصدقاء المقربين. هي انا في الصغر ديالي يعني ملي كنت صغير حتى درت 16 عام ولا 17 عام كنت بروفيسيونال محترف في الميني فوت، ولعبت يعني في فرق كبيره يعني بحال الانتر موبيستار، البرشلونة ميني فوت، وكنت كنلعب في البطوله الاسبانيه ميني فوت. وموراها يعني ما وقعوا لي شي مشاكل في رجلي ومشاكل مع الفرقه، وحبست واحد العامين وما قدرتش نرجع عاوتاني. قبل ما نكون بوكسور ودرنا كل شيء، كنا كنخدموا في لي بواطات بالليل بيدور، كنا تنديروا درت الحلاقه، درنا كل شيء. كنت في المغرب كنا راني خدام في شي وزين ولا في شي حاجه ما كايناش كاع، يعني كاع ما غاتسيفش هادشي والو. كراني كنت نزل لك الكاميرا ديما تلعب بالرايد المغرب، ديما هو الوالد مغربي والوالد مغربيه والدم مغربي كايناش، يعني ما يمكنش لعب شي رايه واحده اخرى. سميتي زهير بن نادي. عروض كاين، عروض عرضوا لي نلعب في البطوله العالميه بالرايد المانيا، بطولات كبار انت عرضوا عليك، ولكن ما كايناش علاش، ما انا ما محتاج والو لا من المانيا لا من المغرب لا من حتى شي واحد. المغرب ما عطيني والو، عطيني الجنسيه المغربيه هي اللي ما تخلفش عليها والحمد لله صافي. هضروا معايا شي مسؤولين في يعني في الانستغرام وخذوا النمره ديالي، ولكن وعد فارغه اصلا ما محتاج لهمش، يعني هاد الرياضه هادي كتعتمد على لونطريمو ديالي انا يعني ماشي على حتى شي واحد اخر. اش نقول لك، لا صالات في المغرب قوه ولا اكثر من القهاوي، و شي مشروع في المغرب ان شاء الله كنفكروا نديروا شي بطولات عالميه، ندخلوا بطولات عالميه للمغرب ولكن ان شاء الله في المستقبل. بدر هذيك كرياضي راه بطل عالمي، هو الرياضي الوحيد اللي كنعترف به في هاد الرياضه. رساله ديالي للشباب المغربي اللي كيدير رياضه الكايوان والكيك بوكسين او اي رياضه واحده اخرى، يعني ما يقنطوش، راه في المغرب شويه صعيبه الرياضه وشويه ديال الصعوبات كاينه في المغرب، ولكن ما يقنطوش ان شاء الله ربي اللي تعاون وماشي شي واحد اخر. نقول لك الفرق كبير ما بين المانيا والمغرب، لان المساعدات بزاف، وفي المانيا ما كايناش انت ولد فلان باش توصل وانت ولد فلان، في اوروبا كاينه عندك عتوصل ما عندكش راه ما توصلش. المغربي لا عاونوا الشباب، راه كاينه راه بزاف ديال هما، بزاف ديال بدر هاري وبزاف ديال ابو زعيتر وبزاف ديال زهير بن نادي، راه كاينه بزاف في المغرب وما لاقينش الفرصه وما لاقينش كيفاش يوصلوا. وهذا الشيء اللي تنقولوا للمسؤولين، تعاونوا مع الشباب وتعاونوا مع، راه يعني هما الوجه ديال المغرب في المستقبل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.